نائلة في قرية هوليوود حبت إنها تهديني هاند كرافت شغل مصري جلد بإيدها، هي اللي صممت الجلد الحلو ده. ده جلد حقيقي عاملة من جوه، ده عاملة شغل وعاملة كمان لوجو سينيه، عاملة رسم، الرسم معمول. دكتور خالد نقدر نسمي ده ايه بالظبط الرسم؟ زخارف اسلامية. دي زخارف اسلامية جميلة كأنها شباك في الاندلس، حسيت حاجة اندلسية. حتى السلسلة فيها اتقان، يعني عاملاها بني مع السلسلة اللي هو لا ذهبي ولا فضي، منتهى الذوق والشياكة. ميرسي نائلة. انا بشكرك جدا جدا، بشكرك جدا. بالتوفيق، وكل البنات اللي بيشتغلوا هاند كرافت تمسكوا بموهبتكم، لانه دي موهبه حلوه قوي. ربنا معاكم، واعملوا التسويق يبقى اونلاين، يعني حطي الفيديو ده بتاعي اونلاين، خلي الناس تشتري اونلاين. بشكر حضرتك، ده شرف ليا ان انا اصلا قابلت حضرتك، ومبسوطه انها عجبتك فعلا. شكرا جدا لحضرتك.